السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة في مزرعة النزهة فارم. من 3 سنين فاتت ما كانش النخل ده كله موجود، وكانت الارض دي جرداء صحراء بلا زرع ولا ماء. احنا النهاردة مع محصول البرحي من داخل النزهة فارم بعد 3 سنين. بعد 3 سنين دي النتائج، نسب نجاح للمزرعة بالكامل. لو بصينا لكل القطاعات اللي موجودة في المزرعة، مش نسب نجاحه بس، نجاح وعندنا فسائل وعندنا بشاير. لو بصينا مع بعض هنا ما شاء الله نخلة زي دي فيها عدد فسائل، نمو طبيعي بالرغم من الملوحة باينة هنا في الأرض معنا، وعندنا ما شاء الله بشاير، يمكن صباطة أو حاجة بسيطة بنحتفل بيها. وهنا البرح الفرنساوي، لكن بصوا معنا هنا أحجام الثمار ما شاء الله بالتغذية والشغل الصحيح رايحة معنا لفين. ما شاء الله تبارك الله، نخلة زي كده معنا فسائل ومحصول وبشاير قوية. شايفين ما شاء الله بقع الملوحة هنا قوية جدا، برنامج تسميد خاص وشغل خاص تحت ظروف الملوحة. رسالة مزارعين المغرة، ما تخافوش، ده نخيل برحي على 4000 ملوحة، نمو طبيعي، انتاج بشاير، زراعة بالفسائل مباشر في التربة، انما خارج الجرة حاجة وداخل الجرة خدمة ولون تاني للتربة. وفي ما شاء الله شغل قوي جدا، وبرنامج تسميد خاص عضوي ومعدني تحت ظروف الأراضي الملحية. اشتغل صح هتاخد نتائج مظبوطة زي دي صح.